الدورات كما عهدت هي دورات فدورات قارة كي لا يقع الاجترار والتكرار. أما نحكيو على الجديد تو جديد برشا فبرشا، حكينا على في إطار الندوة الفكرية التراث المادي، حكينا على استضافة الفنان هشام الجخ رسميا، حكينا على سهرة كبرى ليسرى المحنوش وعدة سهرات أخرى. خليه شوية عنصر التشويق زاد. أنا الحقيقة لي تجربة في تطوين زاد إخراج عمل مسرحي رفقة المخرج المسرحي رشيد بن مصطفى. العمل كان اسمه حكايات من القصر، وعملنا جولة في قصور الجنوب التونسي. التجربة هذه تقريبا مختلفة من حيث الطرح، من حيث زاد التعامل مع يعني مسرحيين وموسيقيين فنانين بصفة عامة. تجربة مهمة بالنسبة لي مع حاتم الغرياني، أنه نتعامل مع حاتم كأول نص يكتبه حاتم، وأنه يستدعانا في عمل كبير مع ثلة من الفنانين المسرحيين التوانسة. بالنسبة لي تجربة مهمة جدا، خصوصا لو أنا هذا عمري ما خدمته، فكانت تجربة مهمة جدا بالنسبة لي. إن شاء الله بحولها باش تكون فقرات متكاملة وباش نكرسوا الجانب زادا كيما حكينا الجانب التنموي في الجهة، ونستدعوا أكثر ما يمكن من ضيوف لإحداث حركية ثقافية سياحية وكذلك بعد اقتصادي للجهة. طاقة الاستيعاب هي توا نحن حتى الضيوف الخاصة المهرجان ما معش فما، خاطر باش ما نكذبش عليك طاقة الاستيعاب هي ماهيش كبيرة برشا في تطاوين، ولكن نخلق في أماكن وفضاءات أخرى خاصة فهمتني الاستيعاب.